يلعب الكرة لي يحيى كيبي القداوي خطرة 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 جول جول أول في المباراة في الثمان دقائق الأولى هدف أول بعد تمرير المغربي يوسف القداوي يمرر الكرة للأمام وصلت لي جيسي جون يسجل أول أهداف اللقاء أول إصابة عبد الله معرفي هو من أودع الكرة في الشباك بنيران صديقة الكرة في الشباك هدف أول يأتي في هذا اللقاء هدف رجب حمزة يوسف والهدف الثاني الهدف الثاني هنا يأتي لفريق الخرطيات ليوسف القداوي يسجل ثاني الأهداف هنا للصواعق وبالتالي هدفين هنا للمغربي لاحظ معي هنا لمسة اليد على محمد سالم المال وركلة الجزاء هنا حاضرة لمصلحة يوسف القداوي يسجل ثاني الأهداف نبيل أنور ينقل نقلة للأمام بشكل ممتاز الكرة ملعوبة ليوسف القداوي ليوسف القداوي وثلاثية هنا تذهب في المرمى القداوي المغربي يعدي من ردب حمزة ويواجه المرمى وثلاثة أهداف لاحظ مع النقلة الرائعة جدا من جانب يحيى كيبي هرب بشكل ممتاز مرر كرة للأمام ويوسف القداوي يعرف في كيفية التعامل مع المرمى وبالتالي تمريرة رائعة من جانب يحيى كيبي ثالث الأهداف هنا نظرات حادة من الجزائري كريم بالهدف الأول كرة قوية يصوب كرة قوية في المرمى لاحظ مع الكرة الماضية هنا